ايه رايك في اللي حصل؟ والله ده شيء مهم ممتع جدا. نشوف المكان دوت بعد ما كانوا محتلينه اكتر من شهرين. ضايقوا اكتر من السكان هنا اهوت، خلينا ساكنين هنا اهوت. منظر بشع يعني، واللي حصل دوت مصر كلها كانت بتعاني منه. اقتصاد مدمر، مرور مدمر، عيشه صعبه، كل حاجه بتتهدل يعني. حاجه مشرفه جدا نشكر بيها القوات المسلحه. انت شايف المشهد ازاي بعد الفضل؟ صراحة شيء رائع. الناس تعبوا، بذلوا مجهود امبارح بشكل بشع يعني. انا ارى ان المشهد مجزره بشعه حصلت، لان انا جيت وشفت هنا بالنسبه للاعتصام وليت لقيت ناس سلميه، ما كانش فيه اي اعتداءات، ما كانش فيه اي اسلحه، ما كانش فيه اي مظاهر تسيء للبلد ماشي. ولكن اللي حصل ده حاجه لا تصورها عقل. توقعاتك ايه بعد فضل الاتصالات الفتره القادمه؟ التوقعات بالنسبه للفتره القادمه، الرؤيه طبعا من اسوء لاسوء من اسوء. يعني حضرتك مثلا كان فيه مجزره الحرس الجمهوري قبل كده ماشي، جه بعد منها مجزره المنصه، جه بعد منها مجزره رابعه، فمن اسوء لاسوء لاسوء.